تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من خوسيه مانويل الباريس وزير خارجية إسبانيا الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي للتباحث بشأن سبل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن مناقشات الوزيرين ركزت على الإجراءات الواجب اتخاذها دوليا وإقليميا لوضع حد لحلقة العنف الخطيرة القائمة والتي تنذر بمخاطر جمة تهدد استقرار المنطقة. وأكد وزير الخارجية في هذا الصدد ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطه بشكل فوري وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مختلف الجبهات، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، داعيا الأطراف الدولية المؤثرة ومنها الاتحاد الأوروبي للاطلاع بمسؤولياتها في هذا الشأن.